لكن إذا استمر حمد الله في نادي الاتحاد حتى 2026، أنا أقول لك النصراويين كثيرا من النصراويين سيكونون في أجواء صحية غير مريحة. ما فهمت. إيش دخل النصر إذا استمر حمد الله؟ إذا حمد أخ يعني أمس يا راجل، اليوم من الساعة 12 الظهر في مساحة فيها 7000، فيها 7000 يديرها نصراويين، مساحة فيها 7000 كلها كلام، كلها عن حمد الله. أيوة. إلى الآن شغالة قبل ما أدخل الاستوديو شغالة فيها 7000 و5000 و4000.